تقول مريت بظرف ستر الله على الذلة وثقة ما عدبت بالمجتمع كله ويومية بكي منقع المخدة دموع هو المختنق من يبكي أحسن له ومشكلتي إذا أقول الجرح اللام ومشكلة الجرح يوجعني ما حمله لا ظالم لواحد لا ماشي بليس لا بايق عنب لا كاسر السلة شاليش الوقت ناصب عداوة وياي شو حتى لي سبني ترحم وتلهله ونفس الوضع دمر حالة الروتين أعيش اليوم يطلع يشبه القبلة وفجأة الرزق بإنسان مو على البال شخص قادر يغير عالمك كله شلون اللي يقرأ شف يندل شك ومضموم خذاهن بالسرى أي وجع ما خله يا أخي ما بيعيب فجأة وترزق بإنسان مو على البال شخص قادر يغير عالمك كله شلون اللي يقرأ شف يندل شك ومضموم خذاهن بالسرى أي وجع ما خله ما بيعيب دورت شكل وأطباع الكمال الله ما كان بشر قذله تجي للطول ويا أحلامي نفس الطول تجي للخصر حسبالك خصر دله تجي للعين تغرق بحر ماكو قياش تجي للشعر يا خطوخ من الكحلة تجي للوجه ما تعرف توصفه شلون يضحك يحلى من يبكي يصير أحلى يقرع عيوني مو شرط الأريد أحكي أمني باوع لي يفهم دون ما أقول له صباح الخير لما تجي من المقصود تحس بالخير ما أدري منين يتخله دوه بالنسبة له ولو شد غراضه وراح ما ياخذ وقت وشوية ويرد له أحس بيه مختلف عن المشوياي شن نموي من حسب الخوف أروح له مو تقييد لو ضمه بقفص مجبور أخاف من الحسد لا عين توصل له الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل نطلع عليكم اليوم بحلقة فريدة وجديدة لفارس من فرسان القصيدة النبطية من دولة الكويت الحبيب سلطان آل شريد حللت أهلا ونزلت سهلا والله اللي يبرك الساعة شرفت ونورت شرفتنا اي والله العظيم يا بعد راسي والله الله يسلمك كل الهلا شنو اخبارك ابشرك على المستوى الشخصي اللهم لك الحمد الحمد لله بخير ونعمة على المستوى الشعري اللهم لك الحمد احنا الدرج نقول عليه بايات صح في اي باية انت من الشعر وصلت للسطح ولا بعدك والله يقيمونها المتابعين والمشاهد الثقه مطلوبه نعم كل عينه في السماء اي وين أشوف نفسك؟ أنا أشوف نفسي تونا قدام المشوار طويل؟ إيه طويل 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 وكبر دليل كل ما تكبر شوية تلتفت على القبل في نضوج شعري نضوج فكري نضوج إيه حسب معرفتي بيك أنه أنت تحب القصيدة العراقية إيه أنا أحبكم هالعراق كلكم مو بس القصيدة وإحنا بنحبك إيه والله يعني إذا وقفت على القصيدة توقف على العراق كله مو بس القصيدة الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك تفهم القصيدة العراقية أكيد من اتصلت بيك واتفقنا على اللقاء يعني أكو قصائد اختاريتهم اختيار ذولا راح أقراهم باعتبار أنه اللقاء يطلع على الشعب العراقي إيه نعم على يا أساس اختاريت على أساس يعني السلاسة على أساس اللهجة على أساس البلوغ الشعري على يا أساس لا شوف على أساس المحبة يعني شوف في جمهور عراقي أنا أدري أنه مثلا حاب القصيدة وشافها في الانستغرام مثلا في تصوير عادي جاي على سبيل المثال فأحاب أن نطلع عليهم في القصيدة هذه في لقاء تلفزيوني خصوصا معك جميل شرف الله يطول شرف جارك. من كثر المواداع نبلش يلا تم يقول أنت من كثر الموادع ما وعيت ليه ما أخذ كثرة الفرقة طرب ما تحس بحساب يوم النشي أنت من كثر الموادع ما وعيت ليه ما أخذ كثرة الفرقة طرب
ما تحس بحساب يوم اني شكيت واسكت من الجرح والدمعة غصب؟ ليلة البارح غفيت ولا دريت، والله انا يا حبيبي من تعب انتظرتك، لكن اني وش دنيت غير ضيق الصدر لو صدري رحب، اصنع على اسباب لمنك خطيت وما لقيت لطاري الصده سبب، والله انه ما هو من كبر الكويت يا عرب روفو بحالي يا عرب، من كثير الجرح قل لي وش لقيت، سالم منه مثل سلم العطب، تجرح الجرح وتحس بني نسيت، من يحبك حيل وش منك كسب، لا تحس بني بعد مده نسيت، وانت تدري الجرح بيورث عتب، لا اظن اني بعد مده رضيت، والله انا ما بعد طاح الحطب. الله 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 الله. على مستوى سلطان الشريد منين يعاني؟ والله ان شاء الله من المعاناه، يعني ان شاء الله ماكو معاناه، ماكو معاناه، بس هاي القصيده تولد معاناه، نائم من كثر التعب وهذه التفاصيل، اكو معاناه بس اني وغفيت ووعيت، يعني اي المهم ان انا وعيت، بس اكو تعب بالموضوع، اكو تعب بالموضوع، تعب بالموضوع راح خلاص، يعني بس مره واحده نمت وما دريت ووعيت، بس مره واحده من وعيت، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله والشكر. شنو سالفه هذا الرجل اللي اتصل بيك ويريد مبلغ؟ ايه دق علي واحد من الشباب شرواك، شرواك طيب الله يعزك، وكان يبي له مبلغ، هو له امور طيبه معي والمبلغ كبير، فقلت له ابشر. كان المبلغ عندك ولا ما عندك؟ مو بعندي. جيد، مو بعندي نهائيا، ولا املك حتى يمكن ربعه، فحاولت يمين محرج الموضوع، يسار يمين يسار ومحرج، وعلى الصعيد بعد نفس الموضوع غير انه محرج ان الرجال في حاجه وقصدني انا، حاجه الناس اليك نعمت، نعم وصل الله ان يجعلنا وياك من قضايين حاجات الناس، امين يا رب العالمين. حاولت ما قدرت، قلت لا يا رفيقي والليالي حدت الطيب يغيب، يومك تدور من يرد العلم ويجيب اخبره، العذر منك كان مسعانا معك ما هو يصيب، وجه الزمن ما ودك تشوفه ليام انكشره، لا تحسب ان ظنك مع الاجواد في الدنيا يصيب، الوقت يضحك لكن الطيب ما هو بيعبره، الحظ قاصر والمراجل كلها حظ ونصيب، والطيب اللي لا قدر ما رد باللي يقدره، والطيب اللي لا قدر ما رد باللي يقدره، كم واحد شاف الليالي كلها صدر رحيب، من عقبها ما عين اللي عند موعه يستره، الطيب اللي في مواقيف الرفاقة ما يغيب، والعود الأزرق ما يساق إلا بوسط المبخرة، ومن قال لك بأن الفقر على النشامة ما يعيب إلا يعيب الرجل ويكسر ضلوعه وظهره. والله اتفق فعلا، بالله اتفق، في بعض الحالات الفقر يعيب. شنو رأيك بالمقولة اللي تقول ما يعيب الرجل إلا جيبه إلا مخباه؟ إلا مخباه فعلا، في ناس تقول الفقر ما يعيب، في ناس تقول، في مقولة تقول ما يعيب الرجل إلا مخباه، مخباه مثل ما قلت، الفقر يعيب في بعض الأحيان، ليش ما يعيب؟ ما تحصل غانمة بسهولة إذا أنت فقير فعلا، حتى لو كان الناس عذرتك أنت بينك وبين نفسك ما وصلت لي، ما تعذر نفسك صح. حضرتك يا مواليد؟ مواليد 93. كل العمر إن شاء الله، الله يطول عمرك. متندم على أشياء مرت بحياتك؟ واجد لا شك. لا اللي على قمة الهرم، شوف لا شك إن في أشياء تقال وأشياء لا تقال، طبعا صريحين، طبعا صريحين على طبعًا مستوى الكاميرا، طبعا جميل. احيانا اذا جيت للشخص وتهقى فيه الطيب، تهقى فيه الطيب مثل بيت اقول فيه يا كم رفيق ذاخره ليامي الشهب الغبر، ولا جاء لزومه واحتمل ميقاف لقاني قفاه الجايه، هذه بروحه هذا اللي تند، جيتك للشخص اللي انت تظن فيه، ظنيت بناس الخير وطلع العكس واجد، من ضمنها على سياق الموضوع ان خابت الهقوة تعداني العيب، ظنيت لي ظن ما هو في محل، والله كنت احسبك طيب وينفع بك الطيب، واثرك لا طيب ولا قالها الله، لا طيب ولا قالها الله، ولا قالها الله. احيانا بينك وبين نفسك شخصيتك انت الانسان، او مثل ما تقول طموحك، لما تشوف انسان في قمة الهرم مثل ما قلت قبل شوي وتجي، هذه بالنسبة لي أشوف أنها أكبر كسرة خاطرة وأكبر أكبر سوء ظن لك أنت، أنك أنت تدق برايك منها تندم عليها. سلطان آل شريد، خلينا النسبة 100%، إش قد مستوى واصل
بالمجتمع الكويتي أو الخليجي من مية؟ مستوى الوصول. الوصول لهم أنت أوصل لهم مستوى أن أنا أوصل لهم؟ والله يول على شفيك عليك أنت يعني ما أقدر أقيم لحد الحين والله ما أقدر. أهل أنا مكة أدرى بشعابها يعني. نعم أهل مكة أدرى بشعابها لا شك، بس أنا ممكن أنا أقول 70 وممكن هسا أقول... أنت من تمشي بالشارع أكون ناس تعرفك ولا لا؟ واجد. إيش قد من 10؟ من 10؟ من 10 في الكويت؟ في الكويت نقول أو في الخليج. هسا نعم. نقول في الكويت ولا في الخليج؟ في الكويت أقول لك 10. 10 من 10؟ إي 10. هسا إذا طلعنا أنا وياك يعرفوك 10؟ 10 مر عليها الصورة عشان تكون بالفكرة. جيد. مر عليها الفكرة، مثلا مر عليها سلطان الشريد، هذا منو؟ ها شايفه بس ما أدري وين. بس أنا ما أدري منو. لطيف. إي أنا جمعت كذا كلها، لكن اللي إذا تبي أقول لك هذا سلطان آل شريد بالاسم كم أنا واصل؟ لا 7 من 10. زين. إيه. أكثر بيت يعني هو السبب اللي على جناحاته طار سلطان آل شريد. إيه البيت اللي هو وجاي عقب البعد تبغيني يا عذرك. جاي عقب البعد تبغيني يا عذرك، قد عذرتك ما بقى لك عذر ثاني، شف عشانك بعت واجد واشتريتك وانت ما ضحيت في حاجة عشاني. أبد ما ضحى بحاجة عشاني. أبدا. أنت غالي علي منه؟ غالي على واجد. منه؟ واجد. مثلا على علي غالي علي. هذا دبلوماسي الجواب يا ولد، هذا دبلوماسي الجواب. غالي على علي. غالي ولا مو غالي؟ والله غالي. الحبرة خلنا نعبرها سوا. عاتب منه؟ عاتب حظي بعض الأحيان. سبب تعاتب حظك؟ كبرت ناس بعينك وما يستحقون؟ كبرت. والله يا والله كبرت واجد وعاتب حظي عليهم، لأن والله ياني محسن صورتك تدري، وسوالفي عنك أحلى منك بواجد، ولو كنت عيد. والله ياني محسن صورتك تدري وسوالفي عنك أحلى منك بواجد، ولو كنت تدري وش اللي داخل بصدري ما كان سميتني بالمبغض الهاجد. يا أخي عشانك تخيل بعتنا عمري، وفي كل موقف تبيني كنت متواجد، ما كنت أخاف الهموم أخاف لا تسري، حتى دعيت الله يحفظك وأنا ساجد، كنت أحسبك واجد بقلبي ومن قدري، وأثرني والله على مثلك أنا الواجد. أنت واجد عليه؟ واجد عليه، وسوالفي أحلى منها بواجد. الله مزين صورته، خلى إطار وكذا هيش ذهبي. تخيل تسولف على هو صورة قديمة، تخيل تسولف على إنسان سوالف واجد تخليه زهر وتخليه طلعت سوالفك أحلى منه. سبحان الله. هذه هم ندامة فعلا. عندي سؤال وياك لكن أريد الجواب صريح ودقيق، لكن بعد الفاصل. تمام. بس أنا وياك ترى اليوم صريحين. يا الله. تمام. تبارك الرحمن. يا الله. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم بالبارت الثاني مع الحبيب سلطان آل شريد. يا مرحبا. حياك الله. أبقاك الله. شلون كان رأيك بالبارت الأول؟ أوه سلام. جيد؟ جميل جدا. من متى خلصت كورونا؟ صار لها سنة تقريبا؟ صار لها تقريبا سنة. إيه. سنة. سنة. الله لا يعودها إن شاء الله. اللهم مامي. أي والله. لبست كمامة وكفوف؟ أكيد لبست كمامة وكفوف. ها. تحتاج الكفوف حاليا؟ والله تحتاج أحيانا، ما ودك تسلم على بعض الناس، استغفر الله يا رب. من ضمنها أنا شو أقول بعض وتكرم منها الردي بعض الأحيان، ودك إنك ما تسلم عليه. أي بالله صحيح. ودك إنك ما تقابله أصلاً ولا تشوف. ما كنت تحسب إنك معك عدة وجيه. طبعا الردي بيات وجهي تضير، واللي تجاهلني وأنا كنت راجيه لعاد يسأل ليه طبعي تغير. الله. متغير متغير. متغير متغير خلاص. هو أكثر شيء تحتاجه؟ أنا لي 3 شهور حالي ما هو بخير، ما غير أتفكر في الزمان وتدابيره، أحاول ما بين ضيقتي للبشر وأسير أسجل قدم إلين ما ودع الديرة، لعلي ألاقي لي من هموم صدري يبير، أحث في الهموم اللي علي
واقطع السيرة، صدور الرجال أكبر من الجرح والتأثير، لكن الزمان أحيان تجهل معاييره. سلامي على اللي صدته ما لها تفسير، عجزت أتعدى صورته. ألف سلام والله، واصل الغير أبو سلام تستاهل الود والتقدير. لو أني شكيت من المحبة وتكسيره، بلاني بكثرة الظلم والدمع والتهجير، وخذا ضحكة الوجه الضحوك وتعابيره. أنا راضي في البعد لو جاب له تبرير، يجيب العذر وياه وأقبل معاذيره. لكن أنا راضي في البعد لو جاب له تبرير، يجيب العذر وياه وأقبل معاذيره. لكنه يجيني شايل الجرح والتكسير، يبي كلمة آسف تمحي الجرح بالثيرة. يعيش الشجر من غير زهر وغصون وطير، حياة الشجر ما هي بكثرة عصافيره. كذلك قلوب الناس لا من حصل تهجير، إذا ما احتواها شخص تبحث على غيره. يا ربي أنا محتاج فرحة وأكون بخير، وأقول الجروح اللي مضت جعلها خير إن شاء الله يا رب. بإذن الله. أنت هجرت من الناس ولا بعدك؟ واجد. لا لا لا، من هيج ناس. هذا الإنسان اللي تتكلم عنه بالقصيدة إنسان محب. لا أنا أكتب هالشكل مو من الواقع، ولا نخاف من الكاميرا بصراحة. من الواقع ولا نخاف من الكاميرا؟ ما أخاف من الكاميرا، من الواقع. يعني هجرت ولا بعدك؟ ها؟ هجرت ولا بعدك؟ لا لا ما كشكل، هذا موضوع طرى عليه الشكل. أعطيك لينكس تمسح رجلك. خجلت؟ خجلت؟ كلنا نعبر الحفرة سوا. لا المرة خليك لوحدك. لا لا خليك لوحدك، ما يخلي اخوي. تتفاجأ من جهيتهم لو أجوا؟ إيه أكيد، في ناس واجد تتوقعهم؟ ما تتوقع أحيانا جيتهم، بس يحبوك حتى لو مرحب بجيتهم لو غير مرحب. وش اللي طرى في بالك وجيتني هالحين؟ ما عدت الحبيب الطيب إن كنت تفتكر، هذاك القديم اللي يعدك من الغالين ما يقدر يكمل عقب ما شاف ما يكره، غفى الشوق ينتظرك ورد التراب تزين، وصحى ما لقى اللي كان من شوق ينتظره. يوم إني أجيك وشايل الجرح والسكين، حبيبك ما حنيته من الجرح في ظهره. أنا توني أصحى بعد ما مرت سنين، ماني ناقص تجدد لي الهم والعبرة. دخيلك يا ليتك شفت وش يعمل التخمين، ليا من طرى طريق رح تفهق الغطرة، وسولف على نفسي قبل الفراق يبين، أقول بيجيبه شوق وسامر القمرة. طلبتك أبيك تكمل غياب قلب وعين، غيابك ما خلالي عذر لجلنا عذرة. خطا عاشقك باع العرب واشتراك، إلين من يشوف وجهه قال هذا غريب أمره. وبعد ما نسى جرحك مع مرحلة عامين، تبينه يرد شلون يرجع على قبره. الله الله، غريبة الجاية ولا مو غريبة؟ والله اللي يحب يسامح بعض الحين. غريبة غريبة، لكن اللي يحب يسامح. أنت من الناس اللي يقولون ما الحب إلا للحبيب الأولي؟ اللي يحب يسامح وما الحب إلا للحبيب الأولي. أنت شو رأيك؟ تعال لم اللي بقالك من شتات، وكل حاجة في وسط صدري شلها، حتى المحبة والصور والذكريات راحت مع الجوال الأول كلها. أها والله أنت قلبك جلد. سامح؟ والله سامح دائما يا أخوي. هو بيدي الله يرحمه، شاعر كبير بالعراق عندنا اسمه عريان السيد خلف. نعم الله يرحمه، يقول بالكيف هو القلب، لما يحب بالكيف الدنيا مرة بشتة ومرة وسموم وصيف. هو شي يشوف هو شي يشوف الجرح غير الدمع والطيف. يا أخي نحبه بكيفنا، سلم عقلك زمام الأمور. وذاك أقرر أنسى، يقول أقرر أنسى لكن من يجي الليل الحنين يصير أكبر من قراري. الله، أكره الليل يجبرنا أذكرك بيه. أيوه. وادعي من الله ما يخلص نهاري. يا أخي الليل مزعج. هي المشكلة الليل. هي. نام بدري. إذا تعدى الليل لازم بدري. لازم تتعب حالك بالنهار. نام بدري خلص الأمور، سلم عقلك زمام الأمور. وانت الموضوع كله انت مسلم عقلك زمام الامور بصراحه. نعم والله مسلم عقلك زمام الامور.
صحيح في بعض الأحيان يكون في قوة القلب يعني. تذكرهم بعدك لو نسيتهم خلاص؟ أتذكر في بعض الأحيان لا شك. أشوف هي بس ما تحن؟ ما أشوف ما يكون الموضوع فيه تناقض بين الذكرى وبين عدم المسامحة. الذكرى موجودة ولكن زمام الأمور لا سلمتها لعقلك، مثل اللي لا تعتذر لي على ما فات واخذ الكلام، السالفة لو قدرت أطوفها طفتها عفتك، ولا عاد لك عندي مقر ومقام، وأنا ما عرف أحتفظ في حاجة عفتها. الله، ودي أعدل خطاوياك وانسى الملام، ليالي العمر لو بيدي ما وقفتها، جيتك وصدري يفوح اعتاب مسك الختام ومشيت في خاطر الكلمة ولا قلتها. الله 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 الله. هو سؤال وطلب منك. انطيني 5 أسماء من الشعراء الخليجيين ككل، يعني تطلب من الجمهور العراقي أو من الشعراء العراقيين يتابعون هذول الشعراء. عدد لي 5 أسماء. والله واجد. عدد لي 5. والله واجد. من الأحياء. أخاف أذكر ناس وأنسى ناس. 5 شوية. عد اللي تقدر عليه. والله واجد واجد. 5. لا مو هذا نكران ذات من حضرتك يصير. لا ما هو نكران عشان تكون بالصورة. الشعار في الكويت. تكلمك إحنا نتكلم إحنا في الكويت. نعم. واجد. نجوم. وفطاحلة شعر. فأنا لما أذكر واحد أقصر مع الثاني. ولما أذكر الثاني قصر مع الثالث. هاي راح تطلع هسه ما راح تجاوبني. يعني مثلا على سبيل المثال محمد جار الله السهلي، فيصل العدواني، فهد العدواني، محمد السبيعي، راجح نواف، ونعم منهم جميعا ونعم فيهم كلهم. لما أذكر لك في الكويت عبد الله بن جريان، ناصر مناحي. أنت من الناس اللي يحلمون صح؟ إيه. الحلم في شيء مشروع لا بد أنك تحلم. جيد. ما توصل إذا ما تحلم. لطيف. تحلم تكون مثل من؟ أحلم أكون مثل من؟ لا، الحلم لما أكون مثل من في شنو بالضبط؟ في القصيد. لا أحب أحلم أكون مثل سلطان. أحب أني أنا مثل ذاتي. أوكي أقصد في مستوى. مستوى من؟ مستوى البلاغة ومستوى لا لا لا. أما مستوى الشهرة تريد واجد. تختار أما تريد تختار مستوى الإبداع أنت حر. لا واجد والله. مثلا ما عندي اسم صراحة يعني. ولكن إذا تبي أتكلم على النهج، طريقة النهج. لطيف. طريقة النهج أنا أحلم أكون أنا سلطان. هو ما أشبه غيري. ما أشبه غيري. أهنيك على هذا الجواب بالمناسبة. كشبه ولكن قصيد في اللي أشعر مني وفي اللي أبرز مني وفي بالعكس كثير. شنو تحتاج اليوم حتى تكون بارز بصراحة؟ والله ما تحتاج كثر ما أنت تحتاج أن تكون قريب من الجمهور، قريب بعفوية أولاً، بتمسك كذلك، يعني ما تكون قريب ليناً فتقطع. أهم المسابقات اللي شاركت بيها؟ ما شاركت. ما شاركت؟ لا. ليش؟ سبحان الله ما جاء يعني. ها ظروف كانت؟ ما إيه ظروف ما جات يعني. شاركت ما كملت ما جات يعني ما شاركت في المسابقات. جميل. تترجى اتصال؟ ترجى اتصال. انت قاري تويتر كله؟ طبعا لا. مستحيل. طبعا مستحيل لان انا لاحظت من الحين شوف طول اللقاء سالتك متى الحين تم سالتك قريت تويتر كله ولا لا، لان كل سؤال انا الاحظ انك انت تسالني سؤال من بيت. حتى أكون مقدم جيد، حتى أكون مقدم جيد. شوف خليني أقول لك في شغلة بالنسبة لي هاي تجربة جديدة مع أنه أنا أستضيف شعراء من غير بلادي. جيد. فحتى أكون ملم بهذا الموضوع لازم أتابع شعر نفسه. يا سلام. أعرف عن قصائده بالمناسبة. كل القصائد تبين فشيء عن شخصية الشاعر. وأنا لاحظت فيك الزاوية اللي قاعد تشوف. حبيبي والله. قلنا الحفرة؟ لا أنا ما ودي أوقعك بحفرة. خلي بالك أنت خوي. سو. لا ولا حفرة، نمشي الشارع سوا. سوا. إيه ما في حفرة إن شاء الله. تدري إني أحبك حب ما هو شوي. داخل بك على الله كلش إلا الوصل. احذف اللوم كله والمعاتب علي
وحطني دائما الغلطان بس اتصل ان شاء الله يا رب. يا الله يا رب عقب ان شاء الله اللقاء ان شاء الله. والله حتى لو باللقاء ناخذ فاصل. بالله الخير هذا رجال يعني بالله يعني هذا رجال متعاطف مع الناس اللي ينتظرون وكذا. يا اخي الانتظار متعب جدا جدا متعب جدا جدا انتظار متعب في بيت اقول فيه انا حبيبك للابد ماني حبيب الانتظار. اي شطر هذا من عرض قصيده. الانتظار فعلا متعب متعب جدا وانا عدو الانتظار بشكل كبير واعتقد اللي مثلي واجد. هسه اليوم انا اريد اسمع انت تعد من شعراء الكويت الشباب ولا الاكبر من الشباب ولا شنو؟ اعطيني فد وصف معين. لا شباب شباب. انا اليوم اريد اسمع شعراء الكويت الشباب. شنو اللي يخليني مباشرة اروح السلطان؟ في شنو؟ في القصيدة طبعا. يخليك انك تجيني يعني تسمع مني انا؟ ايه مو غيرك. التميز بالإلقاء ممكن هذا يجذب لأن الإلقاء ترى خلنا نكون واقعين. جيد أنت من الناس اللي مميزين بالإلقاء. والله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. لأن أخوي علي ترى 70% أنا أعتقد أنه من القصيدة كمرئية للإلقاء. عسى الله يوفقك في جميع الحركيات. الله يطول عمرك. ناخذ فاصل. تم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. وصلنا وياكم للبارت الأخير مع الحبيب والشاعر المهذب والرائع. مرحبا والله وسهلا سلطان الشريف. يا هلا يا ابوي. كل الهلا. مرحبا. شايف في بعض الأحيان أنه أنت تعتذر تعتذر واعتذارك ما يجيب نتيجة. وهنا بيني وبينك تحس بفشل ذريع فتبدي تقول هاي الأبيات الأخيرة أو الأنفاس الأخيرة تقول خاف ما أشوفك بعد بيد الله عمري مذمم الشافك يقلك أنا نقطة ضعف زعلك آخ لو تقضي بعذر هسع تذر لك آخ يا طير الردة كالضوق غيري ما ترد مو صوفرت لك ترجع ومكسور خاطر أنا جبرك ترجع ومكسور عينك ما أقبلك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنت من الناس اللي يقبلون الاعتذار؟ أكيد. حتى لو كانوا غلطانين بحقك؟ ما أعتذر إلا الاعتذار. أنا قلت لك قبل شوي لكنه يجيني شايل الجرح والسكين يبي كلمة آسف تمحي الجرح بالثيرة. لا تجين تعتذر وتقول آسف لمجرد أنك أخطيت. لا في عذر طبعا ما في عذر بس أكو دية الكرام والاعتذار. نعم أنت تعرف مكانتك عندي وأخطيت بحقك. أخطيت بحقي خطأ ما فيها مشكلة لكن في ناس تستغل دية الكرام. لا 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 لا, لا. أكو خطأ مع ندم هذا لابد أنك أن تقبله لأن الإنسان اللي قدامك عزيز. خلينا نستنزفك شعرا ناخذ قصيدة. ليت مالي من ورا الشعر محبوب نبيه كان ما شافوا العرب حزن عيني لا ترى والله أني كل بيت إن كتبته كان فيه وما انتظرت إن كان يقرأ أو إنه ما قرأ. الوفاء لابد نبديه ونواظب عليه حشمة للماضي اللي مع الساري سرى لا يدور بين الأعذار أبي عذرا وجيه يعني معقولة حن اللي بقلبي ما درى. العرب تدري وأنا كل غايب محتريه وقلت اشفع على غراه ونطرته وش ورا لا يطري الحب والحب سلم لي عليه ما يعرف الحب من هو على الصدة ضرى البنادم ما له إلا ما قدمته يديه من قطعني ما وصلته لو يحب الثرى. الله 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 الله. تعرف أنت في بعض الأحيان الشخص اللي تحب تحس بيه إحساس مختلف تماما جدا. يقول أحس بيه مختلف عن المشى وياي كان أمي منحس بالخوف وحله. الله شايف مدى الاطمئنان؟ أي أيوة والله
اللي تحسه مع السيدة الوالدة تحسه مع الحبيب. مشكلة هذه ها؟ اي والله العظيم يا ليتهم يقدرون. ما في ها؟ بعض الأحيان ما في، بعض الأحيان لو كل الأحيان. لا بعض الأحيان أنا أريد أسحب منك كلام بعض الأحيان لو كل الأحيان. ترى أقول أنا صوتك وكل الكلام اللي مع صوتك ما كنا هلا حديث أمي عن الجنة. الله أهيم وياه وأكره لحظة سكوتك يجعلني ما خلا منك ولا منه. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. لا أخليكم من بعض إن شاء الله. اللهم أمين. المن تقول شكرا؟ أقول شكرا لأمي لأبوي لكل شخص وقف وراي، كل شخص أنا أدري لك. الله يسلمك. للناس كلها والله العظيم أنا دائما من الناس المتصالحين اللي دائما أقول شكرا شو تقول للناس اللي أخطأوا بحقك؟ الله يبيض وجهكم والله يحفظكم. تتمنى الله يبيض وجهكم؟ الله يبيض وجهكم. كلمة الله يبيض وجهك يعني ها. مو كل الأدعية مقبولة. مو كل الأدعية مقبولة. طيبة يعني. أنا بس ما أريد أتكلم عنك بسوء. بس بدل ما تقول سيد الله وجهك تكلم الله وجهك عشان تمشي الموضوع. أكثر أمنية هاي الأيام معك؟ السلام على المستوى الشخصي. لي سلام سلام تعيش بسلام براحة بطمئنان. تشتكي منين؟ والله اللهم لك الحمد ما أشتكي من شيء. عندك قلق ولا لا؟ لا ما عندك قلق؟ اللهم لك الحمد هذا فضل من بس الله. بس القلق شيء صحي ترى مو دائما شيء سلبي. نعم أنا أقلق على مكانتي أقلق على كذا. والجمود الدائم الراحة الدائمة ترى شيء سلبي مش, مش إيجابي. أنا طبعًا. معك سبات إيه نعم ولكن حاليا حتى على ما على الشاعر نعم نفسه. أنا أسولف عنك كشاعر. نعم. الشاعر نفسه دائما الهدوء في حياته الدائمة مو حلو ما يحك الشعر اللي فيه ما يخليه. فعلى الوقت الحالي أنا الحمد لله على السلام اللي أنا أكو صديق لك خربت علاقتك بيه وانتهت إيه وما عاد رجع المصلحة. أنت مع مصلحة ولا هو معك مصلحة؟ والله ما ندري بس الواضح أنه هو اللي معي بمصلحة. ليش؟ واضح لي أنا عندي. شلون عرفت؟ دائما لما يكون شخص عندك تشوفه أكثر من إخوانك وتشوفه أكثر من نفسه في المراية وفي يوم من الأيام تطبخون طبخه سويه مثلا او ان تبون لكم شغله غايه تبون توصلونها وغايه جميله يعني اخذ الغايه واختفى هو. فالوجيه اللي سواتك عوذ بالله منها كل ابوها بين الوجيه اللي سواتك سواته عوذ بالله منها كل ابوها بينت لي عقب فتره طاحت خوت مهيب لله ما تطول لأنها انبنت على المصالح والمصالح راحت. الله مصالح إذا قضت وخلصت الله الله, الله 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 نعاني من هاي المسألة بالمناسبة هواي نعاني. شوف مو غلط المصلحة لا بس مصالح متبادلة مصالح المتبادلة نعم الإنسان لما أستاذ المصلحة يعني يكون تكون مو هي التارجت مو هي الهدف. نعم أنا عندي علاقة بيك وصارت مصلحة مع بعض نعم بس مو أنا خوتي معاك أو صداقتي معاك يكون بيننا مزارك طيب عليك نور مزارك طيب عليك الإنسان نور. لما يصلي ويعبد الله ومواظب على صلاته ومواظب على أموره كلها الدينية يبي من الله التوفيق طبعا والصلاح والسداد وفي كل خطوة بركة طبعا. المصالح المتبادلة اللي على نقى وعلى خوة وعلى مزارك طيب ما هي غلط. أسوأ تعليق مرة بحياتك بالسوشيال ميديا؟ شوف اللهم لك الحمد هسه راح تقول لي ولا تعليق لا والله خلني بقول لك الصحيح خلني بقول لك الصحيح اللهم لك الحمد أسأل الله أن يجعلنا وياك من المحبوبين عنده آمين يا رب. ولكن أنا اللهم لك الحمد ما واجهت من الناس شيء سيء. أفضل تعليق أو ممكن الله غمض عيني على الأشياء السيئة ما شفتها ما شفتها. زين أفضل تعليق قريته بالسوشيال ميديا بحقك؟ أفضل تعليق قريته بالسوشيال ميديا كان قبل فترة من أب يقول أنا سعيد جدا أن عيالي قاعد يتابعونك لأنك أنت قدوة حسنة وأسأل الله أن يجعلنا وياك من القدوات الحسنة
في لطيف الوقت هذا. اي والله العظيم اثر فيني. منعت اشياء من عندك انت شخصيا، الخاطر الناس اللي تشوفك او الناس اللي تتابعك؟ اكيد. مثلا واجد، والله واجد اشياء واجد. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال انا دائما في اشياء اكون دائما حريص اني انا ما اطلعها بالكاميرا. مثلا يعني على سبيل المثال الزقاير، مثلا ما اصور شخص وزقايره عنده. اها. ليش؟ في ناس تتابعني من الجانب هذا. جميل. فحاب ان انا جميل للشخص نفسه وللمتابع. جميل والله، هذه نقطه في اطفال جدا جميلة. يتابعونك وانا مدرس، انا معلم. معلم شنو؟ معلم تربيه اسلاميه. ترى التصريح هذا اول مره اصرح فيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ففي طلبه تشوفك احيانا قدوه. كل انسان، شوف كل انسان برا السوشيال ميديا لا بد انه لو فيه اثنين او واحد يحس ان قدوته الشخص هذا اللي طالع في السوشيال ميديا، فانت لا بد انك تبرز بالصوره الحسنه قدامه. لانه والله اكو من تلاميذك حافظي لقصائدك؟ ايه صدق والله؟ والله العظيم. سولف في موقف جميل. جاني انا كنت طالب مره من المرات امشي، فدائما انت كمدرس تسمع شنو استاذ. فكان في قرن كلمة استاذ بكلمة ثانية، استاذ الشاعر. إيه التفت عليه أنا بابتسامة، قلت له هلا، ذكر لي بيتين لي والله الناس البيتين حاليا، وذكرها لي وكان حافظها، والولد كان صغير. هذا اللي خلاني قبل ممكن ما تقول في بداية الأمور كنت مش ماني ملتفت على لو ما كنت شاعر تكون شنو؟ شاعر. لو ما كنت شاعر؟ شاعر أيضا. ما لي غنى عن الشاعر؟ ما الشاعر يرسم بخياله ويبحر بخياله ويكتب وبواقعه كل شيء يجسده. ناخذ قصيدة. لا تصدق في الكلام اللي يقال، لا تصدق في الكلام اللي يقال، الكلام اللي يقولونه دجل. إيه أحبك والمحبة لا تزال، ولو سكني من بعد صدك وجل، انتظر منك من اللهفة تعال قولها واجيك من شوقي عجل. لا يغرك زين خدك والدلال، وان عيونك من عطا ربي نجل، والكلام اللي استحى منك وطال ما يرده منك يا كود الخجل. ولا تهددني على قطع الوصال، والله اني في الفراق اشجع رجل. الله 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 حقيقة إيش قاعد رجل لو مجرد؟ فعلا أنا من الناس اللي لما يصير الموقف بين عقل وبين قلب أخذ القلب قطة وأخذ العقل وقل تفضل ورنا الطريق. آكل بنفسي حسرة طبعا، ما نقول إن ميت، لا آكل بنفسي بحسرة صح. لا إنسان تندم الأمور، بس خلاص ندمت ما أرجع اللي ندمت له. أحلى شيء بك. أحلى شيء فيني أنا جاي أسألك. أنا أسألك أرجع وأقول لك أهل مكة أدرى بشعب، أنا ما أعرفك كلك. أنا ما أقدر أقول، وراح أقول لك أسوأ شيء بيك. أحلى شيء بيك. ممكن أجاوب على أسوأ شيء؟ أحلى شيء بيك والله ما أدري يعني. أنا أريد تقول يا أبي، بس لا تقول لي طيب وهاي. لا سبكتها على لساني، خذتها من لساني. لا لا تقول لي هاي الأشياء، هاي دبلوماسيات. التغاضي. تتغاضى؟ أي واجد. جيد. أسوأ شيء بيك؟ الندم، آكل بنفسي. بس حتى لو ندمت خلاص اللي راح راح. بس بالمناسبة أنا عرفت عن شخصيتك أنت رجل غير مسامح. إيه بس أنا بيني وبين نفسي أندم. غير مسامح؟ غير مسامح، بس أتغاضى. التغاضي غير والمسامحة غير. وقلبك جلد؟ لا والله قلبك جلد. والله لا بس تضحك، هذا الضحك كبر. اسمع اسمع، انا تغاضى مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، بس والله منزعل خلاص. والله منزعل يا ولد، والله منزعل يا ولد. هذا اللي يخليني، علشان كذا دائما المتغاضي لا زعل يخرب الدنيا. تحب المديح؟ المديح ان احد يمدحني. نعم احب اسمع كلام حلو عني اكيد يعني. وحتى ما ودي اسمع كلام. لا بدنا. اجمل كلمه سمعتها؟ اجمل كلمه سمعتها؟ ايه تحقق. اجمل كلمه سمعتها والله من امي. شو تقول الوالده؟ تروح والله اني راضي عليك دنيا واخره. الله يستر عليك.
اللهم بلغ سلام. اللهم سلام أمانة. أبشر الله يعزك على خشم جاك. تسلم. أسوأ كلمة سمعتها؟ أسوأ كلمة سمعتها دائما سيئة يا أخي ما أذكر والله العظيم. إيه في سمعت في سمعت سيء ما أريد أن أذكره. أنا ما أذكره حتى يعني مو ما أذكرني والله ما أذكره لأن قلت لك قبلها يمكن الله مطفي. شنو الشيء اللي زرعته؟ زرعته والله أني في اتصالك ومرسالك قنوع مثل ما يقنع مصلي فروضه لا ضرع ما طلبتك غير وصل يا مر الضلوع يقنع الزراع بأنه يحصل ما زرع وحصلت اللي زرعته؟ اللهم لك الحمد حصلت اللي يسقي يحصل ويزرع يحصل بس إذا كانت في بعض الأحيان إحنا نقول بالعراق الأرض صبخة والله كنت بقول لك هي على التربة أنت الإنسان أنا شبيدي أزرع والله كريم المتنبي العظيم يقول يقول ازرع جميلا حتى في غير موضعه الله 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 حتى في غير موضعه فلن يحصل جميلا إلا الذي زرع الله فعل سوي طيب للي يستاهل سو واللي ما يستاهل أي. ترجيت شيء وما حصل اللي ترجيته ترجيت شيء وما حصلت اللي رجيته كل الأشياء حتى تبلي بالمتوقع لا شوف في أمنيات أمنياتك شنو؟ أمنيات في أمنيات في أمنيات ولكن أحيانا وما نل المطالب بالتمني أي. ما كل شيء تأخذه بالتمني أي من جد وجد من جد وجد طبعا جد تأخذ اللي أنت مكتوب لك. وين تتمنى تقرأ شعر؟ في كل مكان أكو مكان محدد؟ لا ما في مكان محدد لكن تقول لي مثلا في الوقت الحالي أقول لك أحب أسمع وأشوف تريد تشوف الجو شلون يتحرك؟ أبي أشوف شلون القصيدة تنقال قدام يعني بعدك ما متأكد من أدواتك؟ لا متأكد منها ها؟ إيه لكن ألقي قبل لا أطلع مع علي أكثر أمسية قبل لا تقرأ خفت من عندها كانت في ثاني ظهور لي على مسرح عثمان عبد الملك في الكويت نعم كان الحضور مهيب جداً كنت محضر وشون كان حضورك؟ كان جميل جدا الله أشادوا؟ توفقت هي اللهم لك الحمد توفقت بس تديك معدت القصيدة بيني وبين نفسي ورا الستيج نعم يا الله يا الله فعلا عدتها واجد وطلعت اللهم لك تتمنى أشارك بمهرجان عراقي؟ ليش لا؟ ليش لا؟ برأيك القصيدة راح يفهموها ولا ما يفهموها؟ إيه؟ ترى مجتمع واحد طبعا لهجة واحدة طبعا اختلاف بسيط اختلاف بسيط جدا بسيط اختلاف بسيط خلينا نمسك الحلقة في قصيدة من عندك في قصيدة كل يوم يمرني يا حبيبي من دونك تدري ان اليوم هذا من يجي ما طيقه والهموم اللي بصدري قرب الهمتونك خلني بغفى عليها بس لو دقيقة قد لي اكثر من سنة وخيل برق مزونك وشايل من فوق ظهري حمل ما لا طيقه أذكر أنك قلت لي يا حبيبي ما خونك وقلت لي عهود المحبة بيننا وثيقة ولا وعيت إلا ونشكي من جروح الطعونك ودلهم الوقت فيني من كثير الضيقة شوفني جيتك وأنا ما أقدر أعيش بدونك دامني جيتك حبيبي شوف لي طريقة الله. القصايد لونت شعر المحبة بلونك لا تخلي شيء في وجه الحنين يعيقه ودامني في ضف حبك لا تقول شلونك عاشقك كثر المعاتب ما ينشف ريقه الله والله انه مو صدري من تشوف عيونك تدري ما في حاجه تستحق الضيقه الله 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 وصلنا لك ختام الحلقه ختام سريع شكر لك والله العظيم كانت حلقه جميله الى ابعد حد اول مره شنو تحب تقول لجمهورك والناس اللي يشاهدونك هذه كامرتك اقول الله يبيض وجيهكم على الدعم الدائم وعذر سلطان إذا زل في يوم من الأيام لأن الإنسان معرض للخطأ وللصواب لا شك شكرا لكم جميعا شكرا لعلي شكرا للمصورين شكرا للطاقم البرنامج شكرا لك شكرا لك وألف تحية لك الله ويا ربي الحلقة جميلة جدا بإذن الله أمين يا رب بإذن الله العالمين بإذن الله أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم مع الحبيب سلطان آل شريد انتظرونا بالحلقات
القادمة. أخوكم علي المنصوري، في أمان الله.